وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها جلسة التداولات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 615 مليار و600 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9033 نقطة، وأغلق عند 9112 نقطة مرتفعة بنسبة 8.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1745 نقطة، وأغلق عند 1756 نقطة مرتفعا بنسبة 59%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 2559 نقطة ليغلق عند مستوى 2580 نقطة مرتفعا بنسبة 79%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و97 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و34 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيه و58 قرشا للشراء و22 جنيه و72 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع. الريال السعودي سجل 5 جنيهات و2 قرشا للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع.